باستخدام برنامج الداتا ستوديو. دي القطعه بتاعت جهاز الداتا ستوديو. طبعا البلاغ اليو اس بي بيوصل على جهاز الكمبيوتر ولها وصله معاها دي بتاعت وصله الجو، ودي هنا بتوصل دايره التوالي بتاعتي اللي هوصلها لو بقيه الشيب الطيب. طيب بعد ما وصلت بالبرنامج اللي هو برنامج الداتا ستوديو، تظهر الايقونه دي عندي على الشاشه بتاعت برنامج الداتا ستوديو. مجرد ان انا اوصل اليو اس بي بتاع الجهاز اتاكد ان هو بيقرا هيبقى معناها ان هو شغال. بيضيء اللاب بتاعه وبيظهر لي هنا الداتا ستوديو. بعمل كده لانش داتا ستوديو بيظهر لي بيشتغل البرنامج بتاعي. طبعا هو بيقيس التيار والجهد. في التجربه بتاعه تحكم التيار بس موجي انا مش محتاج غير التيار فقط. هقول لحضراتكم ازاي بيوصله دلوقتي. باخد الجهاز اوصله مع تيار متردد، انا مصدر التيار متردد طالع منه طرفين. هاخد منه الطرف من باور سبلاي طبعا على المقاومه الاوميه، والطرف الثاني من المقاومه الاوميه على الداتا ستوديو. فاضل الطرف الاخير بعمل بيه بكمل بيه الدايره، دايره بسيطه، دايره مقاومه اوميه، دايره بسيطه من الباور سبلاي من المقاومه الاوميه لبرنامج للقطعه بتاعت الداتا ستوديو السنسور بتاعي الى ثاني الباور سبلاي، وخليته على الاي سي. التيار بتاعي اي سي الباور سبلاي. دلوقتي لما اجي اشغل، طبعا انا وصلت البرنامج بيظهر عندي كلمه كارنت وكلمه فولتج، ببدا اشغل واعمل ستارت، اروح على ايكون ستارت، دو ستارت، بدا يقرا شده التيار. بس انا هنا مش موصل الجهد، لان انا في الدايره دي مش محتاج الجهد. هعرف حضراتكم لو وصل ازاي. وبعدين بعمل سكوب، بنزل لقائمه المصدره دي عندي كلمه سكوب، دبل كليك عليها هطلع لي كارنت وفولتج، ممكن بالعربي التيار والجهد لو موجود عندي النسخه العربي، بدوس اوكي بيظهر التيار عندي ادي التيار الموجود عندي. بكبر السيجنال بتاعي او بخلي خط سميك اكسر 1 عشان يبقى ده كده التيار فقط اللي داخل عندي هنا. التيار فقط لو انا محتاج الجهد هوصل الطرفين التانيين اللي طالعين اصلا من القطعه بتاعت الداتا ستوديو على المقاومه فيقيس بيهم الجهد. لكن في تقويم التيار انا مش محتاج غير ان انا اوري الطالب عندي التيار فقط، فمش محتاج ان انا اوري له تقويم الجهد. ادي بالنسبه للتيار الداخل على مقاومه فقط، مقاومه اوميه فقط. دلوقتي انا هعمل ستوب وهدخل معاه على التوالي المقاومه. ده الوصله الثنائيه بتاعتي اللي هي اللي هتعمل تقويم للتيار. عندي في هنا الخط اللي هو بيكون باللون السيلفر ده او اللون الفضي، بيكون ده يمثل القطب او البلوره السالبه. الناحيه الثانيه البلوره الموجبه. يعني هنا راس المثلث في الرسم الاصطلاحي وهنا القاعده بتاعت المثلث. دلوقتي انا لو وصلت كده مع التيار، طبعا ممكن اخدها وصله كده، دي شكل يعني مثبت انا هوريها لحضراتكم. انا هاخد القطب الموجب مع الطرف الداخل، اصبح اللي داخل من التيار هيمر على البلوره الموجبه الاول، فالتوصيل الامامي مع البلوره الموجبه. طيب هكمل البلوره السالبه، اخدها اوصلها مع بقيه الدايره بتاعتي. يعني كونت دايره التوالي مع المقاومه، يبقى الدايره اصبح فيها الوصله الثنائيه قطب البلوره الموجبه بتاعتها مع مدخل التيار، يبقى التيار داخل على القطب او البلوره الموجبه وخارج من عند البلوره السالبه على المقاومه الاوميه اللي هتروح على جهاز الداتا ستوديو. دلوقتي هشغل بعد ما وصلت الوصله الثنائيه واشوف هجد ان التقويم اللي عندي تقويم نصف موجي بيمرر النصف الموجب، لان هو ده اللي داخل عليه البلوره الموجبه. التيار داخل الفي ان على البلوره الموجبه، فمرر النصف الموجب وحذف النصف السالب، وده شكل تقويم النصف الموجي. تاني يبقى من اللي قبل كان شكل التيار
منحنى جانبي دلوقتي حذف النصف السالب من التيار وابقى على النصف الموجب. طيب هعمل ستوب، بس بلاش اعمل ستوب مجاز، اعمل نصات ستوب. وهبدل مع حضراتكم علامات الدخول، يعني هبدل البلورة السالبة، هجعل التيار يدخل على البلورة السالبة، نبدلها مع بعض. يبقى التيار اللي جاي من المصدر دلوقتي داخل على البلورة السالبة وليس على البلورة الموجبة. بدلت الأخطار، بقى التيار اللي داخل داخل على البلورة السالبة، أي إن التوصيل الأمامي بتاعه مع البلورة السالبة، بدل ما كان التوصيل الأمامي مع في الجزء الأولاني مع البلورة الموجبة، لا هنا التوصيل الأمامي هيبقى مع البلورة السالبة. نشوف شكل التيار اللي طالع ونشغل نفس الدائرة، هي المقاومة الأمية والدائرة البسيطة بتاعها. نشوف شكل التيار المقاومة لما شغلنا، حذف نصف الموجة الموجبة وأبقى على النصف السالب، وده تقويم نصف موجي مرة للسالب، ده اللي هو الأشكال اللي مطلوب مننا رسمها في تقويم الدرس بتاع تقويم النصف الموجي. لما عكس شكل البلورة شكل الوصلة، لما عكس الوصلة وصل إذا كان الداخل على الموجب أو الداخل على السالب بالمنظر اللي حضرتك شايفينه. يبقى في الأول كان التوصيل الأمامي مع البلورة الموجبة في الوصلة الثنائية، دلوقتي التوصيل الأمامي مع البلورة السالبة في الوصلة الثنائية. دي ببساطة هي الدائرة ومكونات الدائرة، وديت الوصلة الثنائية مع مقاومة أومية عادية، مقاومة 10 أوم أو 5 أوم، وباخد جهد صغير 2 فولت وتيار اي سي. وده كده بنقول شرح بسيط لدائرة تقويم التيار النصف موجي، تقويم النصف موجي. شكرا حضراتكم.